انا علي عباس من وزاره الدفاع. صار لي 8 أشهر مبطل لان ما عندي واحد والدتي، بس انا والدتي مره كبيره شيلها بطاريه، واريد مساعدتكم لان المره راح زعلانه وبقوا جهال يمي اربعتهم وعندي والدتي شيلها بطاريه. شنو الاسباب اللي خلت زوجتك تترك البيت اخ علي؟ تركت البيت وراح زعلانه 3 أشهر وبقينا بس انا والدتي مره كبيره شيلها بطاريه. اكيد لابد انه هنالك اسباب معينه تخلي الزوجه تترك البيت. يعني اليوم اذا نجي من الجانب الاجتماعي ننظر للموضوع اكيد اكو اسباب. يعني اذا تقدر حضرتك يعني تفصح على مود والدتي ما تقدر تعينها وعافت البيت وراح زعلانه وبقينا بس انا والحجيه والجهال وبنتي عمرها 8 سنوات اكبر 8 سنوات عمرها ودام فوج الاول و44 فرق 11. زين الاطفال شنو ذنبهم هنا بالموضوع من تركتهم؟ يعني اذا هي ما تقدر على الوالده الاطفال هذول اللي هي من دمها ولحمها خلينا نقول يعني راحوا ضحيه هو هذا اللي يصير احنا بالمجتمع. والله هسه بالنسبه لي رجعت يعني رجعتها بس رجعت دوام خسرته. اي والله بس دوام خسرته. زين هسه خلينا نحكي سترنا اليوم هو من تارك هو مقدم استقاله لو غيابات مجرد ما يترك من غيابات يصير استقاله ويعتبر مفصول. زين احنا خلينا نسال هذا السؤال استاذ علي، انت قدمت استقاله لو غيابات لا كانت لو شنو بالضبط؟ لا والله غيابات صارت هاي صار لي 8 أشهر غيابات. زين يعني علي ايش عجب شو علي سؤال دائما بالذات بالسلك العسكري امر فوج وامر سريه دائما بهيك حالات والله العظيم اقسم بالله حكيت ويا امر فوج واجاني بالليل امر فوج حكيت ويا انا خلفه مال فوج وحكيت ويا وقال لا امر سريه هذا تنزله يومين لو يوم لو يومين تنزل والدته لوحده وما نزلني حجزني وخلى الوجبه كلها نزلت وانا بقيت وحدي وبالاخير نزلت انا وبعد ما رجعت. زين ليش ما راجعت امر فوج مره ثانيه؟ قال لي انت دخلت هروب يا لازم تداوم لك بعد 4 أشهر 5 يلا وترجع يرجع راتبك. ما سويت هذه الطريقة رجعت حتى يرجع راتبك حتى لو ترجع؟ والله ما قدرت ارجع لان انا بس انا عائلتي لان يوم واحد لا قاعد يقتلهم الجوع الله شاهد علي. زين ما عندك اخوة اخوات؟ والله عندي اخوي عندي 3 اخوان بس 3 ما يدرون والدتي. هذه كارثة عظمى اليوم يعني بالضبط. الوالدة بهيجي حالة واكو اولاد يعني وربت وتعبت وكبرت واليوم الحمل يوقع على عاتق خلي ابن خلي واحد. خلينا جانب ثاني ست رنا، اليوم الوالدة بهذا الوضع الصحي ما تقدر انه هي تطلع لها راتب رعاية اجتماعية؟ حتى اذا كمنتسب هو راتبه خير من الله. هو حاليا مفصول. لكن حاله شلون؟ لكن انا ان شاء الله زين قدمت تظلم لوزارة الدفاع حاولت اشياء. لا والله لا يعني والله انت قاعد بمكانك وتريد الدولة ترجعك. حتى دقيت على قائد فرقة معن بداية دراجة قائد فرقة 11 وقاموا حضرني. لا اليوم لازم تتحرك يا طريقة اصولية بغض النظر عن قانونية بغض النظر عن التليفونات هاي تعتبر مسألة خارجة عن الاصول والقانون. انا اريد اركز بالجانب القانوني والاصولي. المفروض انت تقدم والله ما خليت الدائرة المعنية ما خليت راجعت انت قدمت تظلم بخصوص قضيتك انت بيا تشكيله بالدفاع. لا والله ما رجعت انا حاير ببالي والدتي مره كبيره حيل منتهي يعني اي بس لازم تراجع يعني انت اليوم انت محتاج يعني للراتب. زين علي انت تقول انا محتار بوالدتي وهسه اريد ارجع. زين شلون؟ انت من ترجع هم حتحتار بوالدتك. لا والله راح تبقى المره يمها ما طول رجعت وارجع اداوم. زين بيا تشكيله انت ما رجعت المره ما يراجع على القضيه الخاصه فيه. هو هذا اللي احنا نقوله المفروض انه بيا صنف انت كنت بالدفاع. أنا فوج الأول و 44 فرقة 11 بكركوك وبعد الشاي. نعم شلون؟ وبعد الشاي بكركوك فرقة 11 فوج الأول و 44 بكركوك وبعد الشاي بكركوك أداوم. و 44 زين؟ زين قدمت تظاهر الفوج كله يعرفني يعني الفوج كله يعرفني ما عندي بس أنا والحجية حتى يصحوا لي علي ابن الحجية. يعني ما عندي بس أنا ووالدتي. قدمت تظلم بوزارة الدفاع؟
ذكرت بها حالة. نعم. شوف أنا حوجهك قانونا تاخذ تقارير الحجية الله يحفظها. ما عدا تقارير، هم شنو الحجية وراثة يعني، هم 50 سنة ويقعدون يعني وراثة يعني، ما عدا يعني ممكن يصير تبع. لا لا من يصير يعني اليوم الإنسان يصير مقعد اكو لازم أسباب. اكو بين فترة وفترة يصير فترة علاجات لأن يصير الجسم ما عدا بس الجوا مال الضغط. شوف اسمعني عزيزي، احنا نريد نوجهك بصوره صحيحه، تاخذها تعرضها على طبيب يكتب لك تقرير طبي بخصوص حالتها، تاخذ التقرير الطبي اللي الطبيب يكتب لك اياه، بالتالي انه هذا راح يفيدك. كل شيء يفيدك انه انت من تقدم على المظلوم اللي صار وياك وتقدم هاي التقارير، راح اكو لابد انه اكو جانب انساني والتفاته بهذا الموضوع انه ممكن ينظرون الى حالتك، لانه انت للاسف يعني ماكو غير هاي الطريقه حتى انت والله ما قدرت. ما تكذب عليك لان والدته حيل يعني ما اقدر يعني اربع يلا يشيلوها زين، حاول حتى ترجع دوامك لانه انت اليوم بحاجه يعني لهذا الرقم. جيب الطبيب للبيت، جيب المختبر للبيت عادي، هسه كله صار بالتليفون. سهله الحياه، سوي التقرير مالتها وهذا ويصدق من اللجان الطبيه بالضبط، وتاخذ تقدم بيه تظلم. والله يا ست ما كذب علي، ثاني رجال قاعد بالايجار وجاري 200 يعني تزق جايبه. اخذها لاي مستشفى حكوميه طلع لها تقرير طبي، اسهل شيء باص ب 500 راح تقدر تحل كل قضيتك. راح اخذها بعد تمام، تاخذها لاي مستشفى حكومي خصوصا بالطوارئ يعني. قبل فتره شفت موقف انه المراه المسنه كانت بالباب ما يقدرون طلعوا لها وطلعت لها كل الاخت من مختبر ومن طبيب وشخصوا حالتها وصعدوها بمكان اللي المفروض تقعد بالضبط بي. تاخذ الحجي الله يحفظها لاي مستشفى حكومي ووالدك عزيزي، وراح ياخذون كل تسوي لها تقرير طبي وراح ترفقه بقضيتك وتقدم تظلم للجهه المعنيه، وهذا الحل الوحيد انه ممكن يحل قضيتك.